فلجربت أن تتعامل بعملة مختلفة عن العملات الورقية، ليست معدنية وليست ذهبية، فالثروة هنا من نوع آخر. لن تدفع مالا لتأخذ، بل ستدفع من ذكائك، ستدفع من وحدات عقلك. ولكن انتبه، فللثروة حدود، فهنا المفلس لا يعامل باحتقار أو يهان كما يحدث في عالمك، بل يتعرض للموت. احذر، فأنت في أرض زيكولا. يقولون الحب أعمى، وهو يقول أصابني العمى حين أحببت، ولكن ماذا يفعل؟ ها هو قد أحب وحدث ما حدث، وهو يجلس كل يوم في حجرته ليكتب مجددا: أنا خالد حسني، 28 عاما، خريج كلية تجارة القاهرة منذ 6 أعوام، بلدي يسمى بالبهو فريك، تابع لمحافظة إد أهلية، واليوم قد رفض زواجي بحبيبتي للمرة 8 ولنفس السبب. ثم نظر إلى الحائط وقد قام بتعليق الورقة بجوار 7 ورقات أخرى، يبدو أنها علقت في أوقات سابقة. الورقة الأولى مكتوب بها اسمه وسنه وبلده، وبها رفض زواجي بحبيبتي اليوم، وبجوارها ورقة ثانية وبها رفضت للمرة الثانية، والورقة الثالثة بها رفضه للمرة الثالثة، وهكذا حتى الورقة السابعة. بعدها أسند ظهره إلى الخلف ونظر إلى أعلى، عادت به ذكرياته إلى ما قبل 6 أعوام مضت، حين كان يدرس بالسنة الأخيرة بالجامعة، وشاءت الأقدار أن يتعرف على منى، ابنة بلدته، صدفة في طريقها من البلدة إلى جامعته بالقاهرة. وزادت فرحته حين علم أنها تدرس بنفس الكلية في عامها الأول بالجامعة. ومن يومها وقد تعددت صدف لقائهما كثيرا، سواء بقصد أو دون قصد، حتى أفاق من ذكرياته وزفر زفرة قوية حين نظر إلى ورقة كبيرة علقها على الحائط أسفل 8 ورقات، وقد كتب عليها: رفضت لنفس السبب، السبب والد منى المجنون. كان خالد إن سمع كلمة مجنون فدائما يتذكر والد منى، ولا أعتقد أنه خالد فقط، بل جميع أهل البلدة، لكن خالد أكثر من عرف ذلك المجنون. فمنذ أن أنهى دراسته وعزم على أن يتقدم للزواج من منى، حتى فوجئ بأبيها في أول زيارة لخطبتها، ينظر إليه بغرابة: أنت عاوز تتجوز منى؟ أجابه خالد: أيوة. فيجيبه والد منى وقد ارتفع حاجبه: وانت عملت ايه في حياتك؟ ازداد وجه خالد احمرارا واضطرب قليلا، وكأن السؤال صاعقة لم يتوقعها، حتى رد: عملت ايه في حياتي؟ الحقيقة انا مش فاهم قصد حضرتك بالسؤال، بس انا خريج كلية تجارة جامعة القاهرة، وحضرتك عارف ان والداي توفاهم الله، وعايش مع جدي من صغري، ومعفي من الجيش، ودلوقتي أنا بدور على وظيفة مناسبة لي. فرد الرجل: وتفرق إيه عن غيرك عشان أجوزك بنتي؟ ثم أنهى المقابلة بالرفض. اعتقد خالد وقتها أن سبب رفضه للمرة الأولى أنه لم يجد الوظيفة المناسبة، لكنه تأكد أن السبب ربما يكون غير ذلك تماما، حين وجد عملا وتوجه لخطبة منى مجددا، حتى قوبل بالرفض للمرة الثانية، ونفس سؤال الأب: ماذا فعلت في حياتك؟ وبما تختلف عن غيرك؟ هذا السؤال الذي لم يجد إجابة وافية لأبيها حتى المرة 8 لطلبه الزواج. لم يراعي في كل مرة حب خالد لابنته أو حب ابنته له، حتى فاض بخالد الكيل في تلك المرة فصاحبه: أنا ما عملتش حاجة في حياتي، أعمل إيه يعني؟ عارف إنك كنت بطل في حرب 73، شايف إن ده سبب يخليك تزلنا؟ يعني أنت عاوز بطل لبنتك
قولي أبقى بطل إزاي؟ أروح أحارب في العراق عشان تنبسط؟ ثم نظر إليها وقد ظهر الغضب في عينيها. حتجوز منى يعني حتجوزها، غصب عنك حتجوزها. البلدة كلها تعرف أن هذا الرجل غريب الأطوار، يريد أن يزوج ابنته الوحيدة لشخص فريد من نوعه. أي فريد هذا؟ لا أحد يعلم. الكل يعلم أن مصير ابنته العنوس لا غير، طالما أبوها ذلك الرجل. ومع هذا لم يطرق الاستسلام قلب خالد أبدا، ولم يعد بباله سوى ذلك الشيء الذي يجعله فريدا من نوعه، يجعله يستحق منى كما يريد أبوها. ولكن ما هذا الشيء؟ هل يسرق أحد البنوك ويصبح من الأثرياء؟ هل يبحث عن كنز ما؟ لا يعلم. فلم يجد سوى أن يتوجه بالدعاء إلى الله أن يأخذ أباها، رغم أن خالد كان يتسم بخفة الظل وروحه المبهجة دائما، إلا أن حبه لمنى ورفض أبيها الدائم له جعل الحزن وشاحا دائما على وجهه. حتى لاحظ جده، والذي كان يقترب من عامه 80، كان يعيشان معا منذ وفاة والدي خالد، لاحظ حزنه شديد بعد رفضه تلك المرة. وقد اقترب منه وسأله: أنت لسه زعلان؟ أنت المفروض خلاص اتعودت. رد خالد في حزن: أنا بحبها ومش متخيل إني أشوفها لحد غيري، ومش عارف أبوها عاوز إيه، مش عارف إن زمن المعجزات انتهى. رد عليه الجد: وانت هتقعد جنبي كده حاطط ايدك على خدك؟ فقال له خالد: طب هعمل ايه؟ ضحك الجد وحاول ان يداعبه كي يخفف عنه حزنه: لا، انت احسن لك تدفن نفسك في سرداب. لمعت عينا خالد وكأنه تذكر شيئا ما: سرداب؟ السرداب؟ ثم اكمل: جدو، انت فاكر لما كنت صغير وكنت لما أعيط تحكي لي عن قصة سرداب الموجود تحت بلدنا، وإنت نزلت من أكثر من 50 سنة؟ رد الجد مبتسما: أيوة طبعا فاكرة، لما كنت بتعيط تحب أفكرك بأيامك؟ ضحك خالد وقال: لا، عايزك تحكي لي بس عن السرداب ونزلكم ليها. ابتسم الجد وصمت كأنه يتذكر: ياه، دي أيام فاتت من زمان، مش فاكر منها إلا القليل. كنا 4 شبان بنحب الشقاوة والمغامرة، وسمعنا كلام كتير بيقول إن فيه كنز موجود في سرداب بيعدي تحت بلدنا، وإن السرداب ده كان زمان مخزن كبير للأغنياء وقت أي غزوة. الكل عارف إن السرداب ده موجود فعلا، بس ما حدش جرب ينزله لأنه معروف إنه مسكون عفاريت، وأي حد حينزل له مش حيخرج. بس إحنا رمينا الكلام ده ورا ظهرنا وقلنا لازم ننزل له، يمكن نلاقي الكنز ده ونخرج البلدة من حالة الفقر اللي كانت فيها. قطعه خالد وقد ظهر استمتاعه على وجهه: هيه كمل، حصل إيه بعد كده؟ كنا عارفين إن باب السرداب موجود في بيت مهجور في البلد، بيت محاط بسور كبيرة، وإن هناك صخرة كبيرة موجودة على الباب ده. وفي ليلة اتوكلنا على الله ورحنا للبيت ده في السر، وقدرنا نحرك الصخرة وابتدينا ننزل واحد ورا الثاني، ومع كل واحد فينا لمبة جاز. وبعد ما نزلنا سلم طويل جدا لقينا نفسنا في نفق متساوي. مشينا كام خطوة في النفق ده لحد ما لقينا نفسنا مش قادرين ناخد نفسنا، وفجأة انطفت لمبات الجاز كلها في وقت واحد، وصرخ واحد فينا: عفريت طفى لمبتي. وبعدها كل واحد فينا خدله في سنانه ورجعنا نجري على برا، وركبنا بتخبط في بعضيها. ومن وقتها وما حدش فكر انه ينزل تاني. ضحك خالد وقال: بس حتفضل ذكرى حلوة، وانتوا قدرتوا تتغلبوا على خوفكم حتى لو اخدتوا ديلكم في سنانكم. ثم ضحك جده مداعبا له: اوعى تقول لحد حكاية ديلنا دي. بعدها عاد خالد إلى حجرته وقد حاول أن ينام، ولكن هيهات أن يغمض له جفن. يفكر كثيرا فيما أخبره به جده، وهو يعلم أن ما سمعه يبدو أسطورة.
لكن السرداب موجود بالفعل، وجده لا يكذب قط. ثم نظر إلى الورقة المكتوب بها سبب رفض والد منى. إنه يريد شخصا فريدا، شخص يرضي جنونه، يحدث نفسه هو لن يتزوج غير منى، وإلا فلن يتزوج. ثم تحدث إلى نفسه مجددا بصوت عال: فيها إيه لو نزلت السرداب؟ افرض كان فيه كنز موجود فعلا. ثم صمت وتحدث لنفسه وكأن شخصا آخر يحدثه: كنز إيه؟ ده كلام مجانين، وما تنساش إن السرداب ده مسكون عفاريت وأشباح، وأنا أكثر واحد عارفك، وانت في بعض الأوقات بتخاف من خيالك. ثم عاد مجددا: لو كنت جبان يبقى ما استحقش منى، انت عجبك حياتك كده؟ خريج كلية تجارة وشغلك مالوش أي صلة بالتجارة، درست 4 سنين عشان تخرج وتشتغل في مخزن أدوية، لولا إنك ساكن لوحدك مع جدك كان زمان مرتبك خلصان في نص الشهر. ثم أكمل قائلا: لو كنت بتحب منى فعلا مت شجاعة عشان حبها، اثبت لنفسك ولها إنك بتحبها فعلا، ولو لقيت الكنز ده هتكون أشهر واحد في البلد دي، لا في مصر كلها لا بل في العالم. حتى لو ما لقيتوش كفاية إنك تحاول في سبيل حبك لمنى. ثم انتفض من على سريره وأخرج صورة لمنى، نظر إليها وكأنه يحدثها: أنا حنزل السرداب ده، حنزل مهما حصل، وإن كان أبوك مجنون فأنا أوقات كثيرة بكون الجنون نفسه. كان خالد يظن أنه يتحدث إلى نفسه وحيدا، لكنه لم يكن يعلم أن هناك من كان يسمع حديثه إلى نفسه بصوت عال خارج الحجرة، حيث كان يقف جده مجاورا لباب الحجرة ويستمع إلى ذلك الحديث وصياحه إلى صورة منى. ورغم هذا لم تبدو على وجه جده أي نوع من أنواع الدهشة، وكأن ما سمعه من حديثه عن نزوله السرداب أمر لا يمثل له أي اختلاف، بل يبدو وكأنه أمر يتوقع حدوثه. ظل واقفا هكذا حتى صمت خالد وأغلقت أنوار حجرته وساد الهدوء المكان، ولم يقطع هذا الهدوء إلا ذلك الصوت المميز الذي يعلمه جده جيدا حين ينام خالد. بعدها غادر هو الآخر متكئا على عصاه إلى حجرته، حيث جلس صامتا على أريكته بعضا من الوقت لم يتجاوز دقائق، وكأنه يفكر فيما سمعه من حديث خالد إلى نفسه. ثم حرك عصاه ليجذب بها صندوقا خشبيا صغيرا يبدو عتيقا، فتحه وأخرج منه ألبوم صور قديم غطي بالكثير من الأتربة. وبعدما أزح الأتربة عنه بدأ يقلب في صفحاته صفحة تلو الأخرى ويشاهد ما بها من صور، حتى توقف كثيرا عند إحدى الصور. في اليوم التالي استيقظ كل من خالد وجده مبكرا كما تعودوا دائما، فخالد لديه عمله المبكر وجده لا ينام بعد صلاة الفجر، ويظل يقرأ في كتاب الله حتى ينهض خالد فيتناول إفطارهما معا، والذي تعده لهما فتاة تسكن بجوارهما قد اعتادت على ذلك منذ سنوات. حتى جلس خالد وكان ينظر إلى جده بين الحين والآخر وكأنه يريد أن يخبره بشيء، حتى قطع صمته وسأل جده: عبدو، كما كان يحب أن يناديه، أنت تقدر تعيش لوحدك؟ نظر جده إليه وأظهر أنه لا يفقه سؤاله: أنت عاوز تسافر ولا إيه؟ صمت خالد ثم نظر إليه مجددا: لو سافرت لفترة قليلة تقدر تعيش لوحدك؟ ثم أكمل وكأنه يوضح كلامه: أنا عارف إن كلامي صدمة ليك، بس أنا قررت إني أسيب البلد الفترة، وأقسم لك إني حرجع في أسرع وقت ومش هتحس بغيابي أبدا. ثم حاول أن يجد مبررا لحديثه: أنا حسافر أي مكان ألاقي فيه نفسي، أحس فيه بوجودي، أنت عارف إن ابنك خريج كلية تجارة وبيشتغل إيه؟ رد جده قائلا: شغال في مخزن أدوية. رد خالد وأظهر حزنه:
ابن ابنك شغل شيال في مخزن أدوية. شيال، هاتي الكرتونة دي حطها هنا، خذ الكرتونة دي وديها هناك. ثم هم بالوقوف ليغادر، وقال لجده: حسافر فترة مش طويلة. ثم التفت خارجا حتى أوقفته كلمات جده: انت ليه بتكذب يا خالد؟ انت ليه مش عاوز تعرفني انك عاوز تنزل السرداب؟ كانت تلك الكلمات كالصاعقة التي وجهت إلى خالد، فقد اختلق رغبته في السفر لفترة كي لا يعلم جده بذلك، ويظن أنه أصيب بالجنون، ولا يعلم كيف عرف جده بنيته حتى نظر إليها. سرداب؟ انت عرفت منين؟ قصدي سرداب ايه وكلام فاضي ايه؟ أكمل جده: عرفت من زمان، من زمان أوي. ثم أمره بالجلوس مجددا وسأله في جدية: انت ليه عاوز تنزل سرداب؟ صمت خالد ثم تحدث وحاول أن يجعل الحديث مزحة: انت ليه مصمم على حكاية السرداب دي؟ أنا بقول لك إني مسافر. أعاد جده نفس سؤاله: خالد، انت ليه عاوز تنزل سرداب؟ لم يجد خالد مفرا من الحديث سوى أن يخبره بالحقيقة، فقال بعد أن زفر زفيرا طويلا: أنا عاوز أنزل عشان أثبت لمونة وأبوها إني بطل، إني مختلف عن غيري. فسأله جده: بس؟ أجاب خالد في تعجب من سؤاله: أيوة بس. ثم أكمل: ومن عارف يمكن ألاقي الكنز اللي نزلت الدوار عليه قبل كده. كرر الجد: وبس؟ فقال خالد: أيوة بس. تحدث جده في جدية وقال: انت مش عاوز تنزل عشان كده. نظر اليه خالد ولاحظ الجدية التي لم يرها على وجه جده من قبل، حتى اكمل جده: افرض ان منى اتجوزت حد تاني، هتنزل السرداب ولا لا؟ صمت خالد مفكرا لبعض الوقت، وقد اكمل جده مجددا: عمري ما حسد انك عاوز تنزل عشان منى، انت عاوز تنزل لسبب تاني، سبب نزولي ونزول غيري، السبب اللي بيجري في دمنا، دمي ودمك ودم أبوك. السبب هو حبنا للمكهول، حبنا للتمرد، حبنا لاكتشاف حاجة جديدة، حبنا للاختلاف. ثم أردف قائلا: لما كنت صغيرة كنت بحكي لك عن السرداب وانت بتعيط، يمكن كنت بتبص للحكاية إنها مجرد حكاية عشان أسكتك بها، وما بتعرفش إني كنت بنمي فيك السبب ده. صدقني كنت عارف انه حيجي يوم وتكبر واحكي لك من تاني عن السرداب، مجرد حكاية صغيرة عنه وحتنتفض من جواك. ثم تابع حديثه: انت ياما رفضك ابو منى وكنت عارف سبب رفضه، اشمعنى المرة دي اللي حبيت تعمل فيها بطل؟ لحد ما جي اليوم ده امبارح وحصل لك نفس اللي حصل لابوك يوم ما حكيت له عن السرداب، بس الفرق اني عرفت انك عاوز تنزله. أما هو فرح فجأة حينها صاح خالد في دهشة كبيرة: أبويا نزل السرداب؟ رد الجد: مش أبوك لوحده، أبوك وأخذ أمك معها، كانوا فاكرين إنهم حيروحوا رحلة صغيرة ويرجعوا، عشان كده سابوك وإنت ابن سنتين وقالوا لي راجعين بعد أيام، لكن الأيام بقت شهور والشهور بقت سنين والسنين فاتت وما رجعوش. البلد كلها عرفت إنهم ماتوا في حادثة، والكل شكر ربنا إنك ما كنتش معهم ونجيت من الحادثة دي، لكن الحقيقة إنهم نزلوا سرداب. ثم تنهد وأكمل: عمري ما شجعتهم على كده، بقول لنفسي ما أنت كمان نزلت السرداب وكنت فخور بنفسك، بس الفرق إن ربنا نجاك. ثم نظر إلى خالد واسترسل قائلا: وعشان كده عمري ما حزعل إنك كمان حتنزل سرداب، حتى لو كنت عارف إن قرارك ده ممكن يبعدك عني، بس لازم تكون متأكد إنك نازل من جواك أنت، مش نازل لسبب وهم يحط لنفسك هو منى. ثم هم بالوقوف ومشى بضع خطوات معطيا خالدا ظهره: ساعة ما تأخذ قرارك قل لي، لأن لسه في كلام كتير عن سرداب فوريك، حد غيري لازم يقول لك عليه. بعد ذلك غادر خالد ولم يتجه إلى عمله كما كان يذهب كل يوم،
بل توجه لمقابلة منى بعدما هتفتها وطلبت مقابلته بأحد الأماكن داخل جامعة المنصورة حيث كان يلتقيان هناك دائما. وفي طريقه إلى هناك لم يشغل باله سوى حديث جده إليها، هل يرغب في نزول سرداب حبا لمنى أم أن حب المغامرة هو ما يدفعه لذلك؟ ثم تذكر حديث جده عن والديه اللذين لا يعلم عن هيئتهما أي شيء، فقد وجد نفسه منذ طفولته مع جده لم يرى صورة واحدة لأبيه أو أمه، لم يساعده على تخيلهما إلا كلمة بعض أقاربه إنه طويل مثل أبيه، فقد كان تقريبا في مثل طول أبيه الذي يبلغ أكثر من 180 من السنتيمترات، كما كان يقولون له، وكتفيه العريضين والبنية القوية، هذه أشياء يقولون إنه شابه أباه فيها. أما أقارب أمه فطالما أخبروه أن شعره الأسود الداكن وابتسامته الدائمة يظلان شبها دائما بينه وبين أمه، وضحك حين تذكر تلك الجملة التي كان يخجل منها حين كان صغيرا، جميل شبه أمه. بعدها عاد بتفكيره إلى ذلك الرجل الذي أخبره جده أن لديه كلاما كثيرا عن السرداب وعن ذلك الاسم الذي سمعه لأول مرة، سرداب فوريك. وظل تفكيره منشغلا هكذا حتى وصل إلى ذلك المكان الذي كان يقصده لملاقاة منى. وجد خالد منى في انتظاره بحجابها المميز وألوانها المتعددة وعباءتها السمراء التي كان يداعبها دائما ويخبرها أنه يتشائم حين تقابله بتلك العباءة، فنظر إليها بابتسامة، إزيك يا موني، كما كان يحب أن يناديها. لم تبتسم منى كعادتها ولكنها نظرت إليه في حزن، أنا أسفة إني بابا عمل معك كده للمرة التامنة. ضحك خالد وقال، لا 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 أنا خلاص اتعودت، أنا بقيت مفضوح في البلد أساسا، الناس بقيت بتقول عليا إني ضربت الرقم القياسي في رفض جوازك بيا وإني المفروض أدخل موسوعة جينيس. قالت تلك الكلمات كي يخرجها من حالة الحزن التي وجدها بها لكن دون فائدة. أكملت منى، أنا كنت مفكرة زيك إن بابا عاوز حد مختلف، بس للأسف بابا تغير فجأة. اندهش خالد، يعني إيه تغير؟ أكملت منى، فيه دكتور يتقدم لبابا عشان يتجوزني، أنا كنت متأكدة إن بابا حيرفض بس فاجئني ووافق. فصاح بها خالد، إيه وافق؟ أجابته منى، أيوة وافق ومصر إني أتجوزه. ثم تساقطت بعض دموعها خالد وكأنه غير مصدق، وأنا؟ فأجابته منى، حاولت أتكلم معاه بخصوص حبي ليك، فوجئت إنه ضربني على وشي، قال إنه عارف مصلحتي أكثر مني وإني مستقبلي مضمون مع الدكتور وإني حتعب معاك. كانت منى تتحدث واختلط حديثها بدموعها وخالد ينصت لها وكأنه لا يصدق ما تسمعه أذناها، ماذا يريد ذلك الأب المجنون؟ كان يخبرها بأنه يريد شخصا لابنته فريدا من نوعه، ولكن يبدو أنه كان يريد أي شخص إلا خالد حسني. أنا، هل يضيع حب تلك السنوات ما بين عشية وضحاها؟ إنه لم يحب في حياته مثل ما أحب منى، ولماذا لم تعترض منى على قرار أبيها؟ هل استسلمت خوفا من عنوستها؟ كلها أسئلة دارت في ذهنه بينما كانت تتحدث منى، حتى طلبت منه الرحيل كي لا تتأخر في عودتها إلى منزلها وكأنها تهرب من لقائه. ابتسم خالد ساخرا مشيرا إليها بيده أن ترحل دون أن يتحدث، كانت المرة الأولى التي يتركها ترحل بمفردها، وجلس في مكانه ينظر إليها وهي تغادر وكأنها المرة الأخيرة التي يراها بها، ويخنقه ذلك الضيق الذي يشعر به. تلك هي المرة الأولى التي يشعر فيها بالهزيمة، إحساس لم يجتحه من قبل، لم ينتبه في أي مرة تقدم إليها لخطبتها ورفض فيها،
كان يعلم أن هناك ما يدعى الأمل الذي يجعله يتقدم إليها ولو 100 مرة حتى يقبله أبوها. يتذكر تحمله لنظرة الناس إليها وسخريتهم منها حين كان يخبرهم بأنه سيتزوجها ذات يوم، وستبقى قصة حب يخلدها التاريخ. كان يظن نفسه أحمق حين طلب منها ذات مرة أن يتزوجها دون معرفة أبيها حتى رفضت، ودام خصامهما لمدة طويلة حتى اعتذر منها مجددا. لكنه أكثر حماقة الآن، إنها ستوافق على ذلك الطبيب كما وافق أبوها. ربما أرادت أن تقابلني تلك المرة كي ترضي ضميرها فقط لا غير. هكذا حدث نفسه. حب سنوات يذوب كقطعة جليد في ثوان قليلة، حتى قطع تفكيره صوت رنين هاتفه الخلوي. وحين قام بالرد وجد صاحب العمل الذي يعمل لديه يعنفه لتغيبه، فلم يتمالك خالد أعصابه، أخبره أنه لن يعمل لديه مجددا وأغلق الخط على الفور. بعدها عاد خالد إلى بلدته. كان يمشي في شوارعها متأطئ الرأس، يشعر بطعم الهزيمة في حلقه. لا يريد أن يتحدث إلى أحد حتى وصل إلى بيته ودخل غرفته، ثم نظر إلى حوائطها المليئة بتلك الأوراق والتي كان يعلقها دائما، أوراق طلبه للزواج من منى ورفضه في 8 مرات. وقف أمام كل ورقة على حدة ونظر إليها وهو يسخر من نفسه ويضحك بصوت عال كأنه أصابه الجنون، حتى قام بتمزيقها كلها. ثم جلس على أرضية الغرفة واضعا رأسه بين يديها يسبح بين ذكرياته مجددا، حتى انتفض ذاهبا إلى حجرة جده رفيق حياته. وجد جده قد أنهى صلاته فسأله على الفور: قلت لي إني في حد عايز يكلمني عن السرداب. رد جده في هدوء: انت خلاص قررت؟ أجاب خالد: أيوة أنا عاوز أنزل السرداب. فقال له جده: عشان منى؟ تمالك خالد نفسه وقال: منى خلاص راحت من إيدي، وخلاص سبت شغلي ولازم أنزل. ثم أكمل: لازم ألاقي حاجة واحدة في حياتي أقدر أحكيها لولادي من بعدي، عاوز أحس ولو لمرة واحدة إني بطل قدام نفسي، إحساسي بفشلي بيقتلني. سأله جده مجددا: مش خايف إنك ما ترجعش زي أبوك وأمك؟ رد خالد قائلا: صدقني الحاجة الوحيدة اللي كنت خايف عليها إني أسيبك لوحدك، لكن طالما إنك بتشجعني مفيش مكان للخوف في قلبي دلوقتي. ابتسم جده وقال: والعفاريت والأشباح، السرداب مسكون. فأجابه خالد: ما ظنش إني حلاقي عفريت أصعب من بني آدم، أنا خلاص قررت إني حنزل. وكان عندك حق لما قلت لي إن منى مش هي السبب، بالعكس بعد ما منى راحت من إيدي بلحظات زاد حبي للنزول أكثر من الأول. ثم أكمل قائلا: يمكن ألاقي في السرداب الذكرى اللي تخليني أقدر أنسى إهانة 6 سنوات لنفسي. ثم نظر إلى جده: من الراجل ده وفين ألاقيها؟ ابتسم جده وقال: اطمن، هو سمع كل كلامنا ويمكن اتأكد إنك عاوز تنزل السرداب فعلا. نظر خالد في دهشة إلى جده وكأنه لا يفهم شيئا، حتى دخل عليهم رجل عجوز يقترب في سنه من جده. وعلى الفور تحدث جده وأشار إلى العجوز: أعرفك، ده مجنون السرداب أكيد تعرفه. نظر إليه خالد: أيوة طبعا الحاج مصطفى أصلان، ولا أنت مفكرني من بلدة تانية؟ أكمل جده القول: مصطفى كان أول واحد فكر إنه ينزل السرداب من 50 سنة، كنا مسميينه مجنون السرداب. كان دايما يقول إن عنده معلومات محدش يعرفها عن السرداب غيره، ومستني اليوم اللي قرر فيه حد إنه ينزل للسرداب بعد أمك وأبوك ما رجعوش. نظر خالد إلى ذلك العجوز وتعجب بما قاله جده، فإنه يعرفه منذ سنوات عدة، ولكنه لم يكن يعلم أنه مجنون السرداب الذي طالما سمع جده يتحدث عنه وهو صغير. حتى قطع صمته العجوز
جدك حكى لي قد إيه أنت عاوز تنزل سرداب فوريك، وأنا تأكدت دلوقتي. رد خالد: أيوة، بس أنا أول مرة عارف إن السرداب ده اسمه سرداب فوريك. تابع العجوز حديثه وقال: هو ده اسمه الحقيقي، لو بحث عن الاسم ده في أي مكان استحالة تلاقي أي معلومة عنه. ثم تنهد وأكمل: يمكن الناس بتفكرنا أنا وجدك في عدد المجانين، ومش مصدقين إننا من 50 سنة نزلنا السرداب فعلا، بس دي عندهم حق فيها. انطبعت الدهشة على وجه خالد مجددا حتى سأل: إيه عندهم حق؟ يعني إيه؟ أكمل العجوز: أيوة عندهم حق، يمكن دي معلومة أنا الوحيد اللي أعرفها، إنه من 50 سنة لما نزلنا إحنا الأربعة ما نزلناش سرداب فوريك، ويمكن عشان كده طلبت من جدك إنه يسيبنا لوحدنا، لإني مش عايز أحطم نقطة فخره بنفسه. قاطعه خالد وما زال مندهشا: أمال النفق اللي نزلته ده كان إيه؟ قال العجوز: النفق ده مجرد طريق لسرداب فوريك، والدليل على كلامي إن النفق على عمق مش كبير وله مسافة معينة، والدليل الأكبر إن لمبات الغاز انطفت بعد دقائق من نزلنا. ابتسم خالد: العفاريت! ضحك الرجل: لا تهوية، النفق غير السرداب، الأكسجين في النفق قليل وتقريبا ممكن ما يكونش موجود. لو باب النزول اتقفل وقتها لما لمبات الغاز انطفت أنا قلت عفريت والكل خاف وجري، بس بعد كده اكتشفت إنه كان خيال حد فينا، ومن جوايا كانت سعادتي ملهاش حد أو وصف، لأني حسيت إني حطيت رجلي على أول طريق السرداب، وفضلت حاطط أمل لنفسي إني حوصل للسرداب في يوم، بس السنين فاتت والمرض حصرني، وفضلت مستني اليوم اللي ينزل فيه حد غيري للسرداب ويحقق حلمي. ثم أخرج كتابا قديما كان معه وأكمل قائلا: الكتاب ده من نسخة واحدة اللي كتبه شخص نزل لسرداب قبل كده، لقيته بالصدفة في كتب والدي لما كنت شاب، لكن للأسف عامل الزمن أثر عليها قبل ما ألاقيها، فكان سلم منه تقريبا 10 ورقات بتتكلم عن سرداب فوريك. ثم أعطى الكتاب لخالد وأشار إليه أن يقرأ سطور الكتاب بصوت عال. أخذ خالد الكتاب ليقرأ وريقته، بينما جلس العجوز ليستمع إليه ويحتسي كوب الشاي الذي برد بالفعل. بدأ خالد في قراءة سطوره المكتوبة بخط اليد والتي تتحدث عن فوريك، أحد الأثرياء الذين تواجدوا في العصر المملوكي، وقد كان يمتلك تلك المنطقة التي يوجد بها بلده البهوي فريك، والتي كانت تسمى وقتها ببهوي فوريك، وما يحيطها من بلدان، وقد أمر أن يتم حفر ذلك السرداب على عمق كبير كي يكون ملاذا له ولأهل مدينته إن تعرضت بلاده لأي غزو. استغرق حفره وتشييده أكثر من 15 عاما، وقد خزنت به ثروات كثيرة منذ ذلك الزمان. ثم تحدث من قام بكتابة هذا الكتاب عن رحلته لسرداب وعن ذلك النفق الذي لا توجد به تهوية ولا بد من تجاوزه في أسرع وقت إلى السلم الحقيقي للسرداب، والذي يمتد لأكثر من 30 مترا تحت الأرض. ومنذ تلك اللحظة فلن توجد أدنى مشكلة بالتهوية، فقد صمم ذلك السرداب بكل براعة، لا يعرف كيف تمت تهويته بتلك الطريقة. أما تعجب خالد فقد ازداد حين قرأ أن السرداب لا يكون مظلما يوم يكتمل البدر في السماء رغم وجوده تحت الأرض، إنهم مهندسو الماضي، يا لها من براعة. حتى انتهت 10 ورقات حين كتب صاحبه: كنت أظن أن الكنز الحقيقي هي الثروات التي خزنت به، ولكن اكتشفت ما هو أثمن من ذلك بكثير وأعظم من كنوز فوريك، إنني اكتشفت. انتهت 10 ورقات دون أن تكتمل الجملة. نظر خالد إلى العجوز في لهفة: اكتشف إيه؟ أخبره العجوز أنه لا يعلم، إنه وجد الكتاب على تلك الحالة.
ويظل السؤال قائما، ما الذي اكتشفه صاحب هذا الكتاب والذي ظل يشغله طوال 50 عاما؟ ثم نظر إلى خالد. لو كنت عاوز تكتشف إيه اللي اكتشفه لازم تكون في السرداب اللي لدي. خالد: اللي لدي؟ أجابه العجوز: أيوة اللي لدي. الأمر حيكون بدر، وده التوقيت اللي بيكون فيه السرداب مضاء على حسب كلام الكتاب. صمت خالد قليلا ثم نظر إليها: وأنا مستعد أنزل، مستعد لفرصة حياتي. كانت الساعة تقترب من 6 حين تركه العجوز وغادر، وترك معه ذلك الكتاب الذي تفحصه لأكثر من مرة، ومع كل مرة تزداد رغبته في نزول سرداب، يدفعه ذلك الفضول إلى معرفة ما اكتشفه كاتبه. يشعر أنه يتملك سرا من أسرار الزمان، ويسأل نفسه: هل اكتشف كنوزا لا حصر لها؟ هل توجد آثار بالأسفل وأكون أنا مكتشف القرن 21؟ وظل هائما في أحلام اليقظة. اقتربت الشمس من المغيب، فصعد أعلى بيته، نظر إلى بلدته، أخذ ينظر إلى تلك الأراضي الزراعية وإلى الأشجار العالية والطيور التي تزينها، ينظر إلى البيوت المجاورة وكأنه يراها لآخر مرة، يستنشق نسيم بلدته العطر ويتحدث إليها: ربما يكون آخر نهار لي هنا، أتمنى ألا يكون. حتى عاد إلى حجرته ليتم استعداداته لرحلته. مر الوقت ودخل الليل وزينت السماء بالبدر، وها هو ينتظر حتى يسكن الهدوء البلدة. هو يعلم أنه لن ينتظر كثيرا، فعادة ما يدب الهدوء البلدة بحلول 10 مساء على الأكثر، لا يتأخر بها سوى صديقه دكتور ماجد منير، والذي يغلق صيدليته في وقت قد يتجاوز 12. إنه لا يريد أن يراه أحد، وهو متجه إلى ذلك البيت المهجور في أطراف البلدة. ودقت الساعة 1 صباحا واستعد للرحيل. نظر إلى جده مبتسما ومودعا إياه: إن شاء الله حرجع. ابتسم جده: أكيد حترجع إن شاء الله، أنا ابن بطل. ثم طلب منه أن ينتظر لحظة، وقد أخرج ذلك الصندوق الخشبي وأخرج منه ذلك الألبوم القديم. فسأله خالد: إيه ده؟ قام جده بتقليب بعض صفحاته، ثم وقف على تلك الصورة التي توقف أمامها من قبل وتحدث إليها: عارف من دول؟ نظر خالد وما زالت الدهشة تتملكه، حتى أكمل جده: دي صورة أبوك وأمك، كانت آخر صورة لهم قبل ما يسيبوني. ثم دمعت عيناها. نظر خالد إلى الصورة ودمعت عيناه والآخر، وظل متأملا بها لفترة: أول مرة أشوف صورتهم. أكمل جده: كنت مستني اليوم ده، وفضلت معذب نفسي عشان اليوم ده. ثم أعطاه صورة ومسح بيده دموع خالد واحتضنه، فهمس خالد في أذنه: حرجع لك يا عبدو، حرجع. ثم غادر. كان الهدوء يسود البلدة، لم يكن يسير بشوارعها أحد سوى خالد الذي كان يحمل شنطة في كتفه بها من الطعام ما يكفيه لعدة أيام، ومصباح للإنارة، والكتاب الذي أعطاه إياه العجوز، وبعض من الأوراق والأقلام، اعتقادا منه أن هناك ما يحتاج التدوين. وقد وجد عدم حاجته لكاميرا تصوير، فوجود هاتفه الخلوي يغنيه عن ذلك. كان يسير مسرعا إلى أطراف البلدة حيث ذلك البيت المهجور، ما أن اقترب منه ومن صوره العالي حتى عزم على تجاوز ذلك الصورة. أما جده فكان يجلس وحيدا يقرأ في كتاب الله ويدعو ربه أن يعود به سالما، حتى سمع طرقات على باب بيته. ظن أن خالدا عاد من جديد، ما إن قام ليفتح الباب حتى وجد منى في وجهه، وقد اندهش حين وجدها أمامه في ذلك الوقت المتأخر من الليل. سألته منى:
فين خالد؟ مش بيرد على تليفونه ليه؟ فرد الجد. انت عاوز اهليه؟ اجابت منى في فرحة. خلاص يا جدو، قدرت اقنع بابا اننا نتجوز انا وخالد، ومش قادر استنى للصبح عشان اقول له ده، خايف يكون لسه زعلان من الصبح. ابتسم العجوز ثم صمت. تجاوز خالد سور البيت المهجور وقد انار مصباحه حين وصل الى مكان الصخرة الذي وصفه له جده بالتفصيل، والتي كان يصعب ان يصل اليها دون وصف جده له، حتى حاول ازاحتها فلم يستطع في البداية رغم قوته البدنية. حاول مرة أخرى دون أن يستطع، فصاح بنفسه أنه لن يستسلم، وعاد للمحاولة مرة ثم مرة ثم مرة، وقد سال العرق من جبينه لكن دون جدوى، حتى وجد لوحا من الخشب ففكر في أن يكون وسيلة لإزاحة الصخرة. بدأ يحاول من جديد ويصرخ مجددا، لا لن أستسلم، ويدفع بقوة ويضغط أسنانه ببعضها ويدفع مجددا اللوح الخشبي ويصيح ويدفع حتى تحركت الصخرة بعض الشيء، تبعها سقوطه على الأرض. ما إن تحركت الصخرة تلك الحركة الضئيلة حتى سهل تحريكها بعد ذلك. دفعها رويدا رويدا بعيدا عن ذلك الباب الحديدي الذي كان يرقد أسفلها، حتى سقط على ركبتيه وقد ازدادت ضربات قلبه وزادت سرعة تنفسه. أخذ يقول مبتسما لنفسه، اجمد يا بطل، احنا لسه في البداية. بعدها نظر إلى الباب الحديدي الذي كان جزءا مربعا من الأرضية وقد سمى الله، قام بفتحه فلم يكن موصدا بأي نوع من الأقفال سوى الصخرة. ما إن فتحه وأحدث صوتا يدل على غلقه لمدة طويلة، ووجه ضوء المصباح بداخله حتى وجد سلما عموديا إلى الأسفل. تحدث إلى نفسه مجددا ومشجعا لها، بسم الله نبدأ طريقنا إلى السرداب. وبعدها بلحظات بدأ نزول ذلك السلم. ما إن نزل حتى فوجئ بالباب ينغلق مجددا وكأنه حبس. علم أن اللوح الخشبي والذي كان يمنع فتح الباب قد كسر، لكنه لم يهتم بذلك. ما شغل باله هو أن يتجاوز النفق في أسرع وقت، وتابع نزوله دون أن ينظر لأسفل بل يخطو درجة وراء الأخرى حتى وجد نفسه داخل ذلك النفق المظلم ولا يوجد به ضوء سوى ضوء مصباحه. تحرك بضع خطوات يتحسس طريقه، يمسك المصباح بيده اليمنى ويزيح شباك العنكبوت الكثيفة بيده اليسرى حتى صار لعدة أمتار، فبدأ يشعر بسرعة ضربات قلبه. يحاول أن يرى نهاية ذلك النفق لكن دون جدوى، فشباك العنكبوت حالت دون ذلك. تقدم خالد في الظلام أكثر وأكثر، حاول أن يسرع يبحث عن سلم السرداب الذي أخبره به العجوز، حتى شعر بضيق صدره أسرع في تحركه حتى قل الهواء بصورة شديدة. بدأ يضع يده على رقبته من الاختناق، والاختناق يزداد ولا يجد ذلك الطريق إلى السرداب، يجري كالمجنون وقد خرت قواه. يتحسس حوائط النفق بيده، يبحث عن أي فجوة بها ولكن لا فائدة. يسأل نفسه، أين أنت أيها الطريق؟ يعلم أنه لن يستطيع حتى العودة إلى سلم النفق، فقد يموت مختنقا قبل أن يعود إليها. أسرع في طريقه إلى الأمام، يبحث في كل مكان، على الجانبين، أعلى، أسفل، لكنه لا يجد شيئا حتى سقط على الأرض، وسقط بجانبه مصباحه. صرخ بصوت واهن، لا يوجد سرداب، لا يوجد. ثم صمت، أمال رأسه جانبا، كاد يغمض عينيه مستسلما حتى نظر بعيدا إلى بقعة أضاءها مصباحه الملقى بجواره، فابتسم ابتسامة يشوبها إعياء شديد وتحدث بصوت خافت، سرداب فوريك. ثم أغمض عينيه للحظات
حتى فتحها مرة أخرى. نظر مجددا إلى ألواح خشبية مترصة ظهرت في بقعة الضوء، وكأنها باب صغير يوجد بأحد جانبي النفق. كان الباب الخشبي يبعد عن خالد عدة أقدام، وما زال خالد ملقا على ظهره من شدة الأعياء حتى انتفض مجددا. تحرك بجسده تجاه ذلك الباب يزحف كأنه إحدى الزواحف، لا يقوى أن يقف على قدميه وينازع اختناقه كمن ينازع الغرق. يتحرك بجسده ويدفع بقدميه، يستعين بذراعيه، وقد وضع مصباحه بين فكيه. يقاوم أكثر وأكثر ويحدث نفسه أنه الأمل، إنه سرداب فوريك، حيث الهواء حيث الحياة. يهذي بكلمات يقوي بها نفسه ويقترب أكثر وأكثر من الباب، يدفع بقدميه في قوة حتى توقف جسده مرة أخرى بعدما خارت قواه مجددا. لم يكن يتبقى سوى أقل من قدمين نحو الباب، لم يعد يقوى على المقاومة. تنظر عيناه إلى الباب، يحاول أن يمد ذراعه إليها لكنها لا تلمسه، وكأنها استسلمت حتى صرخ صرخة قوية، وكأنه يجمع ما تبقى لديه من قوة. قذف بجسده تجاه الباب كصخرة اندفعت نحو باب خشبي قديم قد أذابه الزمن وانكسرت ألواحه. اندفع خالد بداخله ليجد جسمه يهوي على سلم خشبي مغمضا عينيه ويتدحرج كما تتدحرج الكرة حين تسقط على درجات سلم. لم يستطع السيطرة على جسده على الإطلاق، ويرتطم بين الحين والآخر ويزداد سقوطه أكثر وأكثر. ثم هدأ ارتطامه قليلا حتى توقف، وقد فتح عينيه ليجد نفسه في مكان مختلف على الإطلاق. فتح خالد عينيه فوجد نفسه ملقا على إحدى درجات السلم العريضة، وقد انتعش صدره بالهواء وكأنه ارتوى ببئر من الماء بعد ظمأ شديد. زاد سروره حين وجد نفسه يرى كل شيء دون الاستعانة بمصباحه، وقد زال ظلام النفق حتى وقف على قدميه وصرخ قائلا: أنا الآن في سرداب فوريك. بعدها نظر إلى أسفل حيث لم ينتهي السلم بعد، وقد أسرع إلى أسفل يخطو درجاته في أمل لا تعوقه آلام ارتطامه حين سقط. يريد أن يكتشف كل شيء في وقت قليل قبل أن يختفي البدر، ويتحدث إلى نفسه: إن كل ما ذكره الكتاب حتى الآن قد وجده، فالهواء موجود بالفعل، وإضاءة البدر تنير له طريقه، وكأنها جمعت لتزداد قوة إضاءتها داخل السرداب. يا لها من براعة هندسية، ولكن يظل سؤاله إلى نفسه: ماذا اكتشف صاحب الكتاب؟ انتهى السلم ووصل إلى نهايته، فوجد نفسه في السرداب. وجد خالد نفسه أمام نفق كبير أكبر كثيرا من النفق الذي مر به سابقا، فارتفاعه يقترب من 10 أمتار واتساعه يبلغ مثل ارتفاعه، حتى صار به وينظر إلى جدرانه الضخمة في دهشة، وكأنه في مزار سياحي، وقد أخرج قلمه وأوراقه. أخذ يكتب بعض السطور عما يراه، ويتقدم أكثر وأكثر، ويسأل نفسه كيف يوجد هذا السرداب الضخم أسفل بلده، ولا يعلم أحد شيئا عنه سوى صاحب الكتاب المجهول، وبعض الأشخاص الذين لن يصدقهم أحد. إنه قد يكون أعظم اكتشاف في العصر الحديث، وقد يجعل من بلده مزارا سياحيا. يبدو أن الكاتب قد قصد من اكتشافه السرداب نفسه، ويسير منبهرا ويتقدم ويضحك به السيرية. لقد انتهى الألم، لعله يجد أحد الكنوز الآن. يبحث في كل جوانب السرداب، لا يريد أن يترك شبرا واحدا يفوته، حتى ارتطمت قدماه بشيء ما. ما إن نظر إليها حتى انتفض قلبه حين وجده هيكلا عظميا لأحد الأشخاص،
وقد كانت المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذا الهيكل، ولكنها لم تكن الأخيرة، فكلما تقدم وجد أكثر وأكثر، حتى بدأ الخوف يتسرب إلى قلبه، وكأن تلك الهياكل تتحدث إليها، وأنها مصير كل من دخل هذا السرداب، وحدث نفسه قائلا: ربما يكون أحد تلك الهياكل لأبيه أو أمه، لكنه تمنى أن تكون الحقيقة غير ذلك. بعدها شعر خالد أن الإضاءة تقل شيئا فشيئا من خلفه، فنظر إلى ساعة يده فوجدها قد قاربت 5 فجرا. علم أن البدر قد بدأ في زواله، ولا يعلم ماذا سيحدث بعد ذلك. ما ذكره الكتاب أن السرداب يظل مضاء وقت وجود البدر، لم يذكر شيئا آخر، وتمنى أنه لو كان يمتلك الكتاب كله. حتى مر بعض الوقت وتلاشت معه إضاءة السرداب تدريجيا، لكنه لم يعط اهتماما لذلك. تقدم أكثر وأكثر حتى وجد صورة لشخص تبدو على ملامحه الثراء، منقوشة على أحد جداري السرداب، فتحدث إلى الصورة مبتسما: أكيد أنت فوريك، أحب أن أعرفك بنفسي، أنا خالد حسني، مكتشف سردابك العظيم، والذي بسببك سيعيش أحلى أيام حياته. ثم ضحك وأخرج هاتفه الخلوي ليلتقط له صورة. ما إن التقط هاتفه الصورة حتى شعر بهزة عنيفة تحت قدميه، تزامنت مع بدء الظلام من خلفه، حتى نظر خلفه فجأة فوجد جدران السرداب تنهار ويقترب الانهيار منه بشدة. عاد بظهره للخلف 4 خطوات، بعدها لم يجد أمامه سوى أن يلتف ويجري للأمام. يجري خالد سريعا وانهيار الجدران يسرع خلفه، وكأنه فريسة يلاحقها أسد مفترس. لا يصدق عينيه، يشعر بأنه في حلم ما، ويسرع وتسمع أذنه صوت ارتطام صخور الجدران الضخمة. لو أصابته صخرة واحدة لقتلته، حتى سقطت شنطة كتفه وما بها، لكنه لم يعبأ بذلك، وواصل عدوه تساعده قدماه الطويلتان وخطواته الواسعة، ويجري إلى حيث لا يعرف مصيره، يجري نحو المجهول، يصرخ بداخل نفسه: كيف يعود إلى بلده مجددا؟ إنه الهلاك، إن السرداب ينهار، ماذا حدث بالأعلى؟ هل هناك زلزال ما ضرب الأرض بالأعلى؟ حتى وجد نفسه أمام طريقين قد انقسم إليهما السرداب، اندفع إلى أحدهما دون رغبته، بل دفع إليه بعدما انهار الطريق الآخر قبل أن يصل إليها، وكأن الانهيار يتحكم في مساره، حتى فوجئ بنفسه يجري إلى منحدر يتجه إلى أعلى، ويلاحقه الانهيار أسرع وأسرع، يريد أن يبتلعه، يحاول أن يقاوم صعوبة الصعود ويتقدم، ما زال النور أمامه والظلام من خلفه، ويخطو بقدميه سريعا حتى وجد نورا شديدا على مرمى بصره، وكأنه نور النهار الذي يعرفه جيدا حين كان يفتح نافذة حجرته صباحا. أسرع إليه، إنها النجدة مجددا، لابد وأنه مخرج آخر للسرداب، هكذا حدث نفسه، وما زال الظلام والانهيار يلاحق حتى أسرع، وقد اقترب من الفتحة، قفز خارجا منها لتنهار هي من أسفله وتقلق، وكأن الأرض قذفته خارجها. ترى هل سيستطيع خالد الخروج من سرداب فوريك؟ وما الذي سيكتشفه إذا خرج منها؟ هذا ما سنكتشفه معا إن شاء الله في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.